مستقلة على طول يا سلام. أنا أتمنى نكون يعني كنا بنقول حاجة يعني. لا 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 والله سلامكم الله. كلمة كده لشبكة يقين الإخبارية. قناة إيه؟ يقين، شبكة يقين الإخبارية يعني. أهلا وسهلا. كلمة كده بمناسبة وصولك لمصر وأول مؤتمر الجمعية الإسلامية. أنا طبعا النهارده جاي أبارك وأهنئ الإخوة. أول مرة أشوفهم بعضهم لما أراه منذ 84 لما كنا في السجن مع بعض. وهذا شيء خطوة مهمة جدا وعمل طيب وربنا يبارك في عملهم. الأمور محتاجة لجهد كبير، ولكن الحرية يعني التي حصلت عليها مصر بعد 25 يناير هي حرية غالية لابد ان احنا نحافظ عليها. واتمنى من كل الاخوة الاسلاميين انهم يطوروا رؤاهم وافكارهم حتى تتسع لكل الشعب المصري، لانه لا يجوز ان نتمتع نحن فقط بالحرية، لان الحرية اتى بها كل الشعب. وبالتالي فالامور لسه محتاجة طريق يعني في الفكر وفي البناء وفي كم سنة خارج مصر؟ 23 سنة. ايه الفرق بين قبل الخروج من مصر وبعد العودة؟ يعني قبل الخروج ربنا ما يوريك يعني. هل يعني انما نحن جينا الان لنرى هذه الوجوه الجميلة الطيبة التي كنا نألفها والتي كنا نحبها وعشنا معها وتربينا في وسطها، فطبعا شيء لا يمكن ان يقارن. وأنا أحمد الله عز وجل أنني أعيش هذه اللحظة الآن. الصعوبات اللي قابلتك في المطار بعد وصولك؟ طبعا يعني هي أنا لا أأسى على حالي، لأني هم أرادوا أن يستأنفوا من قطع من الظلم معي، وكأنهم يعني قد اشتاقوا إلى ما كانوا يفعلونه قبل الرحيل. لكن القصة مش قصة شخصية. أنا حزنت على البلد والوطن، لأننا كنا نطمح أن يتم معالجة المستقبل بروح، ليست بروح 94 وروح الحقد والتلفيق ولا فطبعا حزنت وعلمت أننا أمامنا طريق طويل حتى نستطيع فعلا أن احنا نتجاوز مرحلة التلفيقات وأمن الدولة وما إلى ذلك. فهي دي القصة. مش زعلان أن أنا بيت ليلة وقعدت يوم ونص عند الشرطة، لكن زعلان ان انا كنت اريد ان ارى مصر مختلفة بعد 25 يناير. ناوي ان شاء الله الاستقرار في مصر ولا ناوي العودة مرة اخرى؟ موضوع الاستقرار النية منعقدة، لكن الترتيبات صعبة تحتاج الى بعض الوقت، فالباب فتح وقد اقضي هنا اكثر مما اقضي في الخارج. هل تنضم للحزب؟ هل تنضم للحزب ولا تعمل في المجال الدعوي؟ انا اعمل كمستقل من حوالي 14 سنة. وهذا العمل رتب لي التزامات وارتباطات مع تيارات وقوة سياسية مختلفة، ولعل من كان يتابع يعني نشاطي من الفترة الأخيرة، وبالتالي أنا يعني سأستمر على ما كنت عليه. وأنا لا يعني تربطني أخوة ومحبة بكل الناس بما فيهم طبعا وأولهم إخوة الجماعة الإسلامية. وإذا رأيت أن في المصلحة والخير الوطن والإسلام المسلمين من ضمن مجموعة من المجموعات العاملة في الواقع المصري، يعني هو موضوع المصلحة والأمور دي أمور كبيرة يعني تقديرها يختلف. إذا رأيت إن شاء الله يعني طبعا هو ما أنا لا أحرم العمل الحزبي ولا العمل الجماعي، ولكن هذا أمر يحتاج إلى لسه يعني وقت أكثر يعني إن شاء الله. شكرا لك. أرشح الدكتور أسامة العضوية المعادي بقى مجلس الشعب المعادي إن شاء الله يمسك عضوية مجلس الشعب المعادي. شو سيد